على سرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا في مخيم حمام العليل خارج الموصل والنازحين من الموصل، واللي هركز عليه دلوقتي ان احنا بنرى ابنائنا من اطفال الشعب العراقي في الموصل، وان هذا سيكون مستقبلهم تعليم الصحة الرياضة كل شيء. تحول هؤلاء الاطفال في خلال 5 سنوات او 6 سنوات الماضية الى انهم بيبيعوا مية هنا على الشارع، شارع في منتهى الخطورة، ممكن اي طفل من الاطفال دول والعياذ بالله عربية تدهسه الى اخره. فلذلك احنا هنا بنرفع حالة المعاناة لاطفال الشعب العراقي اللي هو كان في يوم من الايام بيساعد كل العالم في كل مكان، اما الان فنرى الاطفال دلوقتي محرومين من التعليم، محرومين من الصحة، محرومين من اللعب، محرومين من ايه؟ الاشياء الاساسية في الطفولة اللي هنتكلم عنها. واتمنى ان الرسالة محرومين نلعب كرة، محرومين نلعب اي حاجة، محرومين من اللعب. واتمنى ان احنا من يرى هذا الفيديو اليوم او غدا ها يشعر بهذا الالم وهذا الحزن للاطفال بتوع العراق. نوقفه.